عمار وحطاني هذا من الخوارج، لم يكن داعية فحسب. هؤلاء يقولون تقوى رواية المبتدئ إذا لم يكن داعية. عمار بن حطان حديثه في البخاري، وهذا لم يكن داعية فحسب، بل كان رئيس طائفة من الخوارج وشاعرهم وفقيههم وخطيبهم، وحديثه في البخاري. كيف هذا؟ وهو صاحب البيتين المشهورين اللذين يمدح فيهما عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه، يمدحه ببيتين يقول له فيهما: يا ضربة من تقيين، من التقي؟ قاتل علي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقتلوا ظلما وعدوانا خليفة راشدا وأي خليفة، ثم يقول هذاك ضربة من تقي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولكن قد أخبرتكم أن هذين البيتين نقضهما عليه طائفة من العلماء ومن أشهر الناقضين حماد بن بكر التهرتي الزناتي، منسوب إلى تهرت في الجزائر التي غير المستعمرون اسمها على عادتهم في تغيير أسماء أعلام المسلمين، فردوا سيروا تهرت تياريت، ومع الأسف الآن إذا ذهبت الجزائر تقول تياريت ولا تقول تهرت، لا يكاد أحد يعرف ما هي تهرت هكذا، ولكن اسمها تهرت. هذا حماد بن مكرم التهرتي المتوفى سنة 96 و200 يقول في أبيات: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الخلق إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. سهر النبي صلى الله عليه وسلم، سهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، وكان في الحرب ليثا صارما ذكرا، ليثا إذا لقي الأقران أقرانا، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحانه، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا. قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها، قد كان علي رضي الله عنه يخبره أصحابه أن قاتله أن ضاربا يضربه على رأسه ضربة يخضب لحيته من دم رأسه، لأنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مجترما، ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لغن، وسوف يلقى بها الرحمن غبانا، كأنه لم يريد قصدا بضربته إلا ليلقى عذاب الخلد نيرانا. جزاه الله خيرا. هذا حماد بن بكر التهرتي.